على امك اسمعها يدي، بس انا من خش هني. واه، من خش من امك؟ انت لو تدري هي ايش تبي فيني. مو مهم شنو تبي امك منك يا ولادي، هذه امك جنتك ونارك، والجنه تحت اقدام الامهات. ودير بالك التأفأف بويوهم وتصارخ، هذا حذر منه رب العالمين سبحانه. حتى لو اني ما ابي اسوي الشيء اللي يبونه مني، قبل سنه لما نزلت اللعبة اللي أنت كنت تسولف عنها وأمك راحت تشتريها لك، بس اللعبة جديدة والناس خلصوها من كل المحلات. أمك ضلت تفر من محل لمحل لين نص الليل، وعقب ما فرت كل المحلات وحصلتها أخيرا، قلنا لها أنا وأبوك ليش ما نطرت إليه باكر. تدري أنت بس إيش قالت؟ ما أبي طلال يقعد باكر من النوم ويحز بخاطره اني نسيت لعبته، بس انت قعدت اليوم الثاني بدال لا تشكرها بجيت ان اللعبه مو نفس اللون اللي تبيه، وردت امك وفرت فيك السوق مره ثانيه لما رجعت وانت راضي. يعني تهجى امك كانت تبي تفرفر معاك بالسوق كل هذا؟ لا يا يدي، هي يا ولهيدي اللي أمك سوته لأنها تحبك، والحين يا الوقت اللي تجازي فيه الحب بالحب والإحسان بالإحسان. صح كلامك يا يد، الحمد لله أنك طالع تشبهني، أقدر أجرب عليك كل الميك اب قبل أحط على وجهي. تعال بس أشوف ناقصك هالبلشر وركب لك هرميشات، والله كنا يبي لك كنتور.